التعليق على تلبية الدعوة. إذا كما كنت تتابع معنا وزير الداخلية في المناطق الحدودية بالتحديد في معبر أم الطبول باعتباره أهم المعابر أمام السياح الجزائريين والتونسيين بالإضافة إلى حركة التجارة من وإلى بين الجزائر وتونس، برأيك فتح الحدود مع تونس من جديد؟ الكثير يتحدث عن إعادة بعث أو إعادة انتعاش للاقتصاد بالولايات الشرقية وبالاقتصاد بين البلدين أكثر. نعم صحيح، هو ليس فتح الحدود فقط بل هو فتح المزيد من الآفاق الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين تاريخيا الجزائر وتونس. فتونس تعتبر العمق الاستراتيجي للجزائر اقتصاديا وأمنيا، فعندما تكون عندما يكون هناك اقتصاد تونسي قوي يكون هناك اقتصاد موازي يعني جزائري قوي. نتكلم على الشريط الحدودي، نتكلم على التجارة على تقريبا 4 أو 5 ولايات حدودية، وأنا كان عندي شرف أني زرت المناطق الحدودية العام الماضي وشفت حجم يعني ربما التجارة نقصت إلى أدنى مستوى لها يعني منذ جائحة كورونا. شفت العديد مثلا من المراكز التجارية والفنادق ومراكز ربما الخدمات اللي غلقوا، نعطيك رقم ربما المئات من لي بوينت فونت يعني نقاط البيع، خصوصا المواد الغذائية، مواد التجميل، مواد الخدمات، الفنادق، لي بومبا ايسونس يعني غلقوا، خصوصا في ولاية سوكهراس في تبسة. فالطرف هي فهذا تعتبر جرعة أكسجين للتجارة الحدودية خصوصا على ولايات كبيرة. ولا ننسى كذلك أخريضة أنه من جهة مقابلة العديد من التونسيين يدخلوا لكي يعني يشتريوا من أسواق الجملة الجزائرية، نتكلم على سوق العلمة من الصيف تاجنات. صحيح، الحركية الاقتصادية هذه تكون متكاملة وتكون مترابطة. تخيل أخيرا أنه يعني سائح جزائري ينطلق من ولاية تلمسان وولاية شلف يمر على كل المناطق الجزائرية، راح يحبس، راح ربما يتاجر، راح ربما ينام. فهذه الديناميكية وهذه الحركية تساعد. لا ننسى أنه التبادلات التجارية بين تونس والجزائر هي في حدود 1.5 مليار دولار، منها تقريبا 1.3 مليار دولار صادرات جزائرية تونس. عندنا محروقات كذلك، عندنا أنبوب غاز يمر إلى تونس. فالتكامل الاقتصادي هو مهم جدا بين البلدين. صحيح، نتحدث أيضا ربما على نقطة أنه مرينا بظروف أو بظرف صحي لسنوات تعطلت فيه الكثير من الأمور ما يتعلق بالجانب الاقتصادي أكثر وأكثر. كنا نتحدث الكثير من المرات في السنوات الماضية عن انتعاش المناطق الحدودية، عن التنمية في المناطق الحدودية لمكافحة ظاهرة تنخر الاقتصاد الوطني سواء الجانب التونسي أو الجانب الجزائري. نتحدث أكثر وأكثر عن الجانب الجزائري، نتحدث عن ظاهرة التهريب التي يعني نخرت الاقتصاد الوطني في كل مرة، وشفنا اليوم وزير الداخلية أكد على أن هذه الظاهرة خطيرة على الاقتصاد الوطني وجب تضافر الجهود لمحاربتها. كيف تقرأ أنت ذلك؟ نعم، التهريب يعتبر ظاهرة عالمية، وكما تعلم أخي رضا أن الطبيعة تأبى الفراق، فعندما تكون كل حدود مغلقة والتجارة لا تكون، فأنت تشجع ربما بطريقة غير مباشرة التهريب. اليوم علينا خلق ديناميكية جديدة، ديناميكية على طول الحدود. لا ننسى كذلك عندنا من أكبر المناجم راهي موجودة في تبسة، عندك تقريبا 9 معابر حدودية يجب أن تستغل كلها. عندما يكون هناك مواطنين جزائريين عندهم يعملوا في التجارة ويعملوا في الخدمات ويعملوا في كل يعني القطاع الاقتصادي، فيكونوا بعاد على التهريب، يكونوا في منأى عن تهريب المواد يعني من وإلى الجزائر. فأكبر كيف نحارب التهريب؟ نحاربه بالاقتصاد، ليس إداريا فقط، ليس أن نردعه فقط، لا، يجب أن نحيو مسببات التهريب. عندما يكون عندك أشخاص وشباب
يعني ما يكونوش في بطالة. وهنا نتكلموا كذلك لا ننسى المناطق التجارية الحرة، بين يجب تفعيل ويجب إنشاء مناطق حرة تجارية بين الجزائر وتونس. فتونس يعني لديها ديناميكية كبيرة، عدد سواح كبير جزائريين ليروحوا إلى تونس، تقريبا 1.5 مليون جزائري. فهذه الديناميكية، فهذا العدد الكبير من الجزائريين ليدخلوا تونس عبر ولايات سقهراس، عبر تبسة، عبر طرف، يخلقوا نوع من اقتصاد يعني يحيي الاقتصاد. شفنا ديناميكية تكون ديناميكية اقتصادية، كل هذا يعني يجنب شبابنا، يجنب المواطنين من أن يقعوا في شبكات التهريب التي نخرت الاقتصاد الوطني. ونروحوا وما ننسوش أن الجزائر مرتبطة مع تونس باتفاق تجاري تفاضلي وقع في 2014، وهو ما يشجع الاستثمار ويشجع كذلك الحركة التجارية بين البلدين. رضا، لا ننسى أن حتى الدينار الجزائري هو معتمد في البنوك، في البنوك التونسية، والعكس صحيح. صحيح. التعامل بالعملتين هذا كله يشجع التجارة البينية بين الجزائر وتونس، ويكون هناك تكامل والوصول إلى الامتياز في العلاقات التجارية بين الجزائر وتونس. صحيح. ابقى معي أستاذ عبد القادر سليماني، ربما الحديث في نقطة أخرى بعد فاصل لنواصل. مشاهدينا ابقوا معنا.